واخويا انا ضد هذا القانون اللي عملوا المدونات الاسره. هذا الشيء ما راه ما كاي ماشي مزيان اخي. كيشجع بنادم الفساد وبنادم ما خصوش. بحال الا كيقولوا لك ما تجوزشي صعيب علينا هذا الشيء. مثلا الا كان عندك الدار تينا ساكن مع الوالده ديالك كيقولوا لك يعني في هاد المدونه اللي عملوا باش تخرج الوالده ديالك وتعطيها للمراه وانت فين غتمشي تسكن. مثلا انت والمراه ديالك تمشي تسكن في الزنقه. هذا هو القانون اخي. هذا الشيء صعيب صراحه. حنا ضد هذا الشيء. حنا ضد هذا الشيء وانا باقي ما مجوزتش وكيبان لي صافي ندير بالنقص ما تجوزش. نتزوج في الزنقه. انا حنا بغينا هاد المداوله الله يبارك في عمر سيدي هو اللي خرجنا هاد المداوله حيت حنايا الدراويش هما اللي كيمشيو فيها. علاش؟ انا الراجل ديالي مشى عند المخزن قال له ابني ضربني وهو ما ضربوش يكذب عليه. جا المخزن دخل علينا فتح لينا الباب ودخل علينا نظار وهز لي ابني من الفراش وداه. وملي مشيت عنده قلت له حشومه عليك شنو هادشي عملتيني ابنك؟ قال لي انا بغيت نخرج لك ابنك تنازل الحقوق ديالك كاملين وما تتبعني لا بمصرف لا تمشي حاجه. فهمتي؟ ايوا وديك الساعه انا تنازلت على كل شيء وخرجت ابني. انا عندي ابني هو كل شيء في الدنيا. علاش هذوك ولادي ما نقدرش انا نفرط فيهم؟ فهمتي؟ والله يبارك في عمر سيدنا. ملي سيدنا كيفكر فينا وكيفكر في الدراويش هادشي اللي كاين. يعني خرجتي بلا حقوق بلا والو؟ لا والو حتى شي حاجه. لا كيقول لي انا ما نصرفش عليك الدراهم ما نصرفوش عليك. كنقيل نخدم في الديور دعي عباد الله باش كنخلص كرا ونوكل ولادي. كيقول لي عندك العزاله. انا عندي ولد واحد كبير تباقي باقي لي العائله الصغيره باقا العايل كاملين باقي هذوك النفقه كاملين. بنت خصها ينفق عليها العائله عندها 13 عام خصو باه ينفق عليها حتى تجوج تمشي للدار ديالها. ملي كتمشي لعندو كيبقى يقول لها انا ما عنديش سير عندي يماك عندها الفلوس. زعما انا غير مراه ما نجيب هاد الفلوس نمشي نبيع اللحم ديالي باش نجي نخلص كران ولادي ونهادي. ما يمكنش. الزواج بيناتكم 25 عام تزواج وخرجت والو فالصو حياته كامل طالع عود من الحباسات وهذه في الاخر هذا الجزاء ديالي. بغينا هاد المدونه يطبقوا داكشي ديال الشريعه داكشي اللي في الاسلام. هادشي حنا ما غير فركه الاسره. هادشي اللي بان ليا من الاحسن يكونوا الراجل يكون مفاهم مع المراه الا بغى يتزوج او لا يبقى معاه. من الاحسن يكون تفاهم. الا كانوا مفاهمين يكونوا احسن. مزوج وعندي جوج وليدات. لا لا ما قانون ما والو. انا ضد هاد المدونه من ناحيه كلش. لا من ناحيه الدين ولا من ناحيه ما عندها حتى شي معنى. بزاف ديال الناس متخوفين منها يعني يديروا غير المشاكل. مع الاملاك اللي عندك تقسموا مع الزوجه ديالك؟ لا بقيت انا وياها الفرق راه كلشي ديالها. ما حد انا وياها راه كلشي ديالها. رايي بالنسبه لمدونه الاسره الجديد صراحه حاليا سيدنا عطى الامر ديالو ولكن باقي هادشي اونكوغ باقي كيعدلوا البنود والمسوده باقا كتخدم. بالنسبه لرايي الخاص المهم تعطى الحق شويه للمراه اكثر من اللي كان وخصوصا بعض المسائل غتقنن بالنسبه للنفقه والتعدد الزوجات وديك الشيء. ما يبقاش الراجل يعمل اللي بغى دونك يبقى دائما كاين واحد السيستيم اللي حتى يعطيه شي ورق عادي يقدر يتاخد شي حوايج. وبالنسبه للمراه صراحه حتى هي كتقوم بعض التعسفات على الراجل من خلال ما كتخليش الراجل يشوف ولادو. دونك حتى هي خصهم يشوفوا في هاد المنبر هذا بان حتى المراه كتقوم بشي تعسفات اللي الراجل ما كيقدرش يستافد منها في هاد القوانين. نتمنى المدونات تشوف حتى شويه تنصف حتى شويه الراجل كيما تنصف المراه. وانا رايي الخاص يعني واخا كاين تعديلات مزيانه ولكن غيبقى دائما مشاكل دائما طلاقات. خص المنظومه تصلح من الاول مكيلة الرجل والمراه. وشكرا. هنايا مع مدونه الاسره اذا النظام الجديد غادي في واحد الاصلاح اللي هو جميل جدا
وهذه الاشكاليه اللي غاديين بها ولا هذا النظام اللي كنخدموا به هو يعني واحد النظام في المستوى فهمتي وماشيين به وكنظن بان غتكون واحد حاله تحسن جميله وغتكون في واحد الوضعيه يعني جميله جدا. في هذه الحاله هذه حنايا عندنا واحد المستقبل عظيم في هذا في هذا يعني في هذا في هذا الاصلاح ديال هذه الحاله المدونه الاسره، وانما غادي تكون فيها يعني واحد يعني واحد التوافق وغيكون عليها واحد الاقبال وغتكون يعني يعني في هذه الحاله هذه عليها واحد واحد الاقبال غتكون يعني جميله جدا وغادي تكون يعني كل شيء متفق عليها وغتكون يعني يعني في مصلحه الجميع. دابا هذيك التقاسم المراه في الحوايج خصهم يعاودوا يرجعوا شي امور، كاين شي بنت تما اللي خصها تراجع وكاين شي امور اللي خصها تصحح تما، وخصهم يعاودوا يتفقوا عليه ونعملوا اجتماع باش نحاولوا نرجعوا نخدموا هذا المجال هذا فهمتي، وكاين شي امور لانها خصها دير واحد اتفاقيه وخصها واحد التشاور فهمتي، خصها واحد جلسه حوار ونقاش باش نخرجوا بواحد النتيجه اللي هي مرضيه للجميع. شكرا جزيلا. المداوله الجديده انا تا انا ضحيه وعندي بنيته انا اللي كنخدم عليها انا اللي كندمر عليها وتا انا ضحيه، ما الله غالب ما عندي ما عندي، سامح فيا سمح فيا ما كيعطينيش النفقه ودعيته وما صورت منه والو الى الحد الان. شحال تزوج؟ شي 8 سنين ولا اكثر وانا مطلقه منه وعندي النفقه ديال العائله ما كيعطيني حتى شي حاجه وتيهددني تيقول لك خصو يقتلني وبزاف ديال الحاجات، وحسبي الله ونعم الوكيل من اتجاه ديالو. كنتسنى خصني حقي منه يعطيني حقي ويعطي يوقف مع ديك العائله. انا كنخدم انا فيا الراجل فيا المراه، شتي فيا الراجل فيا المراه، شنو غندير؟ ما عندي ما غندير، انا ضاحيه دابا انا وهذيك العائله دايره فيا الراجل ودايره فيا المراه ودايره فيا كل شيء، اش غندير؟ ما عندي ما غندير. بالنسبه مدونه اسره بصراحه هذا الشيء هذا ما خصوش يكون منادم فهمتي مع بعضيتو الحار فهمتيني، كون منادم تواضع ومنادم مع بعضيتو تكون اسره وفهمتي منادم هذا يعاون هذا والدنيا ما عندنا ما ندوم منا فهمتيني، هذا الشيء كيخوف صراحه. دابا حتى واحد ما يقدر يتزوج هذا ماشي الحرب في غزه، حنايا خصنا نمشي نتزوجوا نكونوا اسره ونادم مع بعضيتو يربيو الاولاد صالح بحال عملوا الوالدين ديالنا فهمتيني، بحال الوالدين ديالنا هيدا كانوا صراحه تربوا ما عندهم ما خصهم، الحمد لله هما كبرونا والحمد لله حنا كبرنا ما خصناش ما عندناش الحمد لله يا ربي.